بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. نحن شباب ثوار الزاوية نعلن رسميا بأننا صامدون ولا ترعبنا حملات الاعتقال والسجن التعسفي التي يقوم بها كتائب القذافي المجرم وجردانه من المتطوعين. ولقد قمنا يوم الجمعة 15/4/2011 بعملية عسكرية من قبل الثوار الأبطال، وقد تمت العملية بنجاح باهر. كبدت قذائب القذافي بخسائر كبيرة في العداد والجنود المرتزقة، حيث فقدوا في هذه العملية 20 من المرتزقة. وقد سميت هذه العملية باسم إيمان العبيدي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعاشت ليبيا حرة. الله أكبر. الله أكبر. عاشت ليبيا حرة. الله أكبر. الآن في القذافي المجرم. الله أكبر. الله أكبر.